نصبت هذه الخيم في باريس للتعريف بقضية اللاجئين وظروفهم، فالأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين الذين يصلون أوروبا فاقت قدرة هذه الجمعيات على الاستقبال. نبحث عن متطوعين وعن أماكن جديدة للاستقبال، فالعدد كبير والهدف مرافقة القادمين الجدد ليتعلموا اللغة ويندمجوا في المجتمع. تحاول هذه الجمعيات نشر معلومات حول ظروف المهاجرين وحاجتهم إلى المساعدة، وعبر الريشة والوتر تبحث عن لغات عالمية مشتركة تنسج روابط بين اللاجئين ومختلف أطياف المجتمع الفرنسي لتبديد مخاوف من يطالبون بغلق الحدود في وجه الهجرة. كثر هم من يجهلون الحقيقة والإعلام يلعب دورا سيئا، لذلك من المهم أن نوضح الحقيقة لجمهور متنوع يأتي من كل الأماكن. لا خيار آخر، فهل نتركهم يعودون إلى حيث الفقر والتنظيمات الإرهابية كداعش وأخواتها؟ يحتج منظمو عرض الأزياء هذا على فتح الحدود لاستيراد القماش والخبرات وإغلاقها في وجه البشر، ويطالبون بتحرك أكبر، يقولون إن الجميع سيحصد ثماره. قضية الهجرة واللجوء تفرض نفسها ملفا ساخنا يتصدر أولويات فرنسا، لكن المسألة تحتاج إلى إجماع أوروبي بدا غائبا لدى التعامل مع ملف المهاجرين على متن السفينة أكواريوس. قضية أكواريوس كادت أن تفجر أزمة بين روما وباريس وسط تبادل للاتهامات بين الدول الأوروبية بالمسؤولية عن استقبال المهاجرين. طالبت فرنسا برد أوروبي سريع وموحد ستجري صياغته في بروكسل نهاية الشهر الحالي. لا يمكننا التوقف عن الاستقبال، لكن الأولوية ستكون لمصابي الحروب والأيتام ومن يعانون من تمييز عرقي أو ديني أو تعرضوا للتعذيب. مع وصول اليمين المتشدد إلى السلطة في إيطاليا تدرك الدول الأوروبية صعوبة التحدث بصوت واحد حول الهجرة، وتعي مدى انعكاس هذا الملف على خيارات الناخب الأوروبي. عز غريب، سكاي نيوز عربية، باريس.